أهلا بكم من جديد. قالت وزيرة الدولة للهجرة والشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم إن البنك المركزي وافق على طلبها لإصدار شهادات بلادي بالجنيه الاسترليني في بريطانيا. وأضافت مكرم أن البنك سيعلن خلال الفترة المقبلة عن سعر الفائدة المخصصة للشهادة، لافتة إلى أنها شهدت إقبالا منذ طرحها طبعا. وطرحت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة في 29 فبراير 2016 شهادات دولارية باسم بلادي للمصريين في الخارج بعائد 3.5% لأجل عام واحد، و4.5% لأجل 3 أعوام، و5.5% لأجل 5 أعوام، وذلك مع سعي تلك البنوك لزيادة موارد الاقتصاد المصري من العملات الصعبة. معنا على الهاتف الأستاذ حازم حجازي الخبير المصرفي. أهلا بك أستاذ حازم، لو تطلعنا على تفاصيل هذه الشهادة بالجنيه الاسترليني إذن. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. لا لسه التفاصيل حقيقة لسه مش يعني في البداية، هي أصلها كده النهاردة أو امبارح اللي بيحصل فيها الاتفاق، لكن هي هتبقى برضو على نفس الشكل الشهادات الدولارية والشهادات اللي باليورو. برضو هتبقى مدتها سنة وثلاث سنين وخمس سنين. لكن لسه الأسعار يعني هي لسه مش واصلة عندي بالظبط. طب وهو الإقبال لدى الشهادات الدولارية والتي كانت باليورو كيف كان حالها؟ لا، الإقبال كان إلى حد كبير كويس الفترة اللي فاتت، وكمان بالذات في الأول إصدارها، يعني كمان يعني اول ما تم اصدار الشهادات دي كانت طلب عليها طلب كبير من المصريين اللي عاملين في الخارج. فيعني اعتقد انه المره دي اللي كمان الجنيه الاسترليني واضح انه في طلب في البلد، يعني في لندن او في الولايات في انجلترا، على برضه المصريين هناك على طلب بالشهادات الاسترليني. يعني هذه نوعية من الشهادات تأتي بناء على طلب مواطنين من الدولة. طبعا لأن هو أول الإصدار كان بالدولار، وبعدين حصل طلب من المصريين اللي عايشين في منطقة اليورو. فبالتالي تم إصدار بعديها شهادات باليورو، ودلوقتي برضو طلبوا الشهادات اللي بالاسترليني. طيب هل هي بتحقق يعني المرجو منها فيما يخص بدعم الموارد الدولارية في مصر هنا في الداخل؟ وطبعا بتبقى احدى القنوات لاستيعاب العملة الاجنبية داخل البلد هنا. فاذا كان ده طلب وبالتالي بتحقق المطلوب منه من العملة الاجنبية، فلي لا، يعني انا شايف انها بتحقق يعني مطالب كثيره من المصريين اللي عايشين بره، وفي نفس الوقت دخل للدوله من العملات الاجنبيه. وشهادات المقاومه باليورو كانت فقط لقاره اوروبا ام انه ايا كان طالبها في اي مكان؟ وبالتالي ايضا الشهادات الدولاريه، يعني كيف كان الحال في مثل هذه الشهادات اللي باليورو كانت لمنطقه اوروبا كلها فقط، والدولاريه بتبقى من اي مكان، سواء كان من الولايات المتحدة أو كندا أو من الدول الخليج. وبالتالي الجنيه الاسترليني أعتقد هيبقى من داخل، طبعا واضح أنه هيبقى من داخل المملكة المتحدة. في مثل هذه الأحوال يعني أستاذ حازم، ما هي الإجراءات المتخذة من جانبكم يعني حينما يتم إقرار مثل هذه الشهادات؟ هتبقى بالطبع زي الشهادات اللي فاتت، يمكن شرائها عن طريق الإنترنت عشان تبقى سهولة الشراء، وبيبقى لها يعني برنامج خاص بيها، الناس بتدخل على الانترنت تشتري شكل الشهادة، تعمل سويفت للفلوس وبيتحدد ليها القيمة وبيتم اصدارها وبيشوفوها على الشاشة هناك، يعني هم بيشتروها. فبالتالي بتبقى معمولة بشكل الكتروني سهل يعني. وارقام الفائدة هنا بتحدد على بتحتسب على اساس ماذا؟ كل عملة بقى ليها وحسب المدة، يعني حسب ان هي العائد بيصرف في نهاية المدة، يعني بيصرف سنوي او بيصرف بعد 3 سنين او 5 سنين. ده يعني بيبقى بتدخل حسابات حاجات كتيرة، ف يعني انا مش فاكر بالظبط سعر اليورو او الدولار كان هو 3.5% العام و4.5 ل3 أعوام. يمكن اعتقد الشهاده اللي هتبقى جنيه فيها هتبقى اقل شويه، هتبقى اقل العائد بتاعها. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ حازم حجازي الخبير المصرفي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.